من جانبه قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن هناك تطابقا في وجهات النظر مع مصر بما يخدم الأمن الإقليمي. وأضاف وزير الخارجية المغربي أن بلاده هدفها الدفع بالعلاقات الثنائية مع مصر إلى مستوى جديد. العلاقات مع مصر تكتسي صبغة خاصة لأنها علاقات قديمة، فيها بعد سياسي، فيها بعد اقتصادي، فيها بعد إنساني، وفيها بعد روحي، وهي أيضا علاقة متفردة لكونها مؤطرة بإطار قانوني وإطار مؤسساتي متميز ليس للمغرب نظير له مع أي بلد عربي أو إفريقي آخر. خلال محادثتنا اليوم كان هناك اتفاق على تنزيل طموح جلالة الملك وفخامة الرئيس لاستغلال كل هذه الأرضية الصلبة للعلاقة الثنائية وإعطائها زخم جديد من خلال تفعيل الآليات المؤسساتية وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة.